تحية نضالية إلى جميع الأحرار، تحية جمهورية. اليوم الموضوع ديالنا غادي الفيديو غادي يكون فيه جوج ديال الأجزاء. الجزء الأول غادي نهضروا على هاد المرض ديال محمد السادس اللي خرج داك الارتيكل يعني في الإكسبريسيون في واحد العدد من الجرائد بأن السيد راه غادي يقرب يموت ما قرب يموت اكسيتيرا. وغادي نهضروا على واحد المسألة أخرى يعني الخوتنا الجمهوريين والخوتنا يعني لهاد يعني تتعلق دائما بما هو سياسي ما هو دونك. اولا بعد قبل كل شيء بغيت نشكر جميع الاحرار اللي ديرنييرمون فاش كانت هاد الهجمه الشرسه على الفكر الجمهوري وهما اختزلوها في انا وكانني انا هو الفكر الجمهوري وانا لست بفكر جمهوري، انا اعبر عن رايي كجمهوري. اما الفكر راه على ارض الواقع منتشر، واليوم اصبح واحد العدد كبير من الجمهوريين من المغاربه الجمهوريين واقتنعوا بان معاد الملكيه راه ما غادي تكون حتى شي حاجه الا و انا كنشكر يعني خونا مدرسه الحياه ادم ولا خونا كمال ولا ذاك الاخ اللي توا في المانيا نسيت سميتو اسمح لي وزيادة على طوطور دوان اتسيتيرا، يعني الناس اللي فين شافوا الهجمة على الفكر الجمهوري خرجوا يديروا شي حاجة باش يعني راكم شفتوا كان واحد التحالف اللي هو برلماني انكي مخزاني زيد وزيد و يعني كان يعني الهدف ديالو هو ضرب الفكر الجمهوري لا اقل ولا اكثر من ذلك. وكنشكر هاد الخوت اللي خرجوا يعني بانوا هنا كيبان هذا واحد النوع من الامتحان يعني الا بغيتي تقول فين غادي يبانوا الجمهوريين الحقيقيين من الجمهوريين اللي هما غير على وزن الجمهوريين عكس واحدين اخرين اللي جلسوا كيتفرجوا وعكس واحدين اخرين اللي جلسوا ساهموا كاع حتى في هذه الحمله هذه. والوقت غادي تزيد تبين بزاف ديال الحوايج. دونك الموضوع ديالنا باش ما نطولش عليكم الخوت هو يعني لا مرضي ديال محمد السادس اللي هي سميتو لا ساركوي لا ساركويدوز. انا مشيت بحثت عليها لان هنا دايرين في الارتيكل كوم كوا بان السيد راه مريض وغادي يموت قريبا فهمتيني. وانا فاش مشيت كنبحث على هاد المرضي لقيتها بان ماشي شي مرضي اللي هي كتقتل بعدا كتقتل واحد العدد قليل، هي اصلا هي قليله ما معروفاش بزاف منين كتجي لان باقي البحث فيها. كداوى كتقتل غير هذوك اللي عمرهم ما كيمشيو عند الطبيب، كتكون فيه هو ما عارفه ما عندوش باش يمشي ولا ما كيكون هامل راسو ولا ما بغيش يمشي للطبيب ولا ما عندوش باش. دونك ماشي لو كا ديال محمد السادس لان محمد السادس عنده كداوى وعنده اطباء المخيرين في العالم، يعني راه دائما لي سوا لا في المغرب ولا ملي كيكون في اي بلاصه. دونك سو ني با لو كا ديال محمد السادس. ومحمد السادس المرض ديالو هو لو سيندروم دو كوشن، راه فين درت عليه فيديو شحال هادي فهمتيني. اما هاد المرض هادي راه كتجي من بزاف ديال الحوايج، كتقدر تجي من كاينه منتشره في الدول الافريقيه بزاف، كاينه في الدول الاخرى في العالم كيف قلت لكم قليله، كتقدر تجي حتى من الادويه اللي كياكل لان مشيت بحثت عليها وداكشي غادي نخلي لكم ليليا. دونك ماشي شي حاجه اللي هي مي هنا اللي بغينا نعرفوا هو علاش هما كيخرجوا بهاد التخريجات كومسا باش يبينوا يعني راه ما تنساش بان حكينا دي جورناليست، يعني راه محمد السادس راه كيخلص حتى الطبقه السياسيه ولا الطبقه الاعلاميه لا الفرنسيه ولا من واحد العدد من الدول باش يعني كيعطيو عليه ديك الصوره الجميله، او حتى الا كتبوا شي حاجه عندهم هما كتكون عندها زعما واحد النوع من المصداقيه اكثر من الصحف لانهم عارفين ان الصحف المغربيه ما كيشوفهم حد ما كيدافعوا حد. دونك كيف قلت لكم ها هو يعني اون غوفي ميديكال سويس مشيت كنقلب فيها حتى هي لا ميم شوز، يعني كيقولوا بليز او موان الهضره اللي قلت لكم. ومشيت قلبت حتى عند دي زاسوسياسيون ديال لي زونديكاب اللي مراد بهذا المرض، يعني حتى هما كيقولوا نفس الهضره. يعني انا ماشي كنمشي نجبد لي سورس من ويكيبيديا لان ويكيبيديا ماشي سورس فيابل، اي واحد كيقدر يكتب فيها اي واحد كيقدر يعني ما كتكونش اون سورس اللي هي فيابل كيف قلت لكم. دونك
علاش كيديروا هذا السؤال؟ يعني هو علاش زعما كيديروا هذه المساله هذه؟ لان السيد هو راه مريض صفر راسه سوفو يعني ماشي، ولكن ماشي هذا هو المرض ديالو. المرض ديالو هو لو سيندروم دو كوشن، وراني فيه درت فيديو كنت قلت لكم عليه وشرحته، وعنده هاد الاعراض اللي سميتو، وهما كيحسبوه ان سكري ديتا، ويقدر يكون فيه شي حاجه اخرى كاع اللي ما باغينش يعلنوا عليها، لان بالنسبه لهم هما هذا سكري ديتا ما خصوش يتقال، ما خصوش، لان كيخافوا من الشعب اللي يهيج. لان دائما حتى فاش مات الحسن الثاني راه كانوا خايفين فهمتيني على ان لا ينوض الشعب يقرب لها ولا سميتو، وفي نفس الوقت كيبقاو يديروا يعني بحال هاد لي زارتيكل كومسا باش يكسبوا داك التعاطف، باش يقولوا مسكين راه مريض يلا خرجوا العياشه ديروا الفيديوهات بداو تبكيو على ملككم راه قالوا لكم قرب يموت. فهمتيني حنا راه زعما هادشي راه ما غاديش يلعب علينا، باش تكونوا مفاهمين. حنا راه بالنسبه لينا كيبقى كريمينال، لان هذاك فاش قلت يعني ديك في واحد الفيديو بان حنا نريد محاسبه محمد السادس، وجا واحد الحليه واحد الارتيكل لا يا شا قال كاش بغيتي تحاسب زعما هو السيد غادي يموت ما يموت، حنا ما كيهمناش، وراه خا يموت غادي نحاسبوه بالجرائم ديالو. فهمتيني حتى الحسن الثاني راه نمشي نديروا ليه حنا الناس الفوق فوق القبر ديالو على الجرائم اللي دار، لان واحد الانسان اللي هو كريمينال راه كيبقى توجور كريمينال. سي فري كو الى مات راه ما غاديش يسميتو، ولكن راه هذا الشيء غادي يبقى يتقرع الاجيال القادمه، وهذا الشيء راه ما غاديش ينساوه الجمهوريين ولا سميتو. الى بغينا نبنيو واحد الدوله اللي هي واقفه على رجلها واقفه على العداله، ما بدكش ماشي دوله ديال اللي واقفه على عفا الله عما سلف، لان خلا خونا دايسكي هنا احييه هذا الكلام ديال روبرت سبير من الثوره الفرنسيه، يعني راه باش ما بديتي ديك الدوله هي باش غادي تكمل، يعني بديتي الدوله على العداله راه غادي تبقى تخرج على دوله عادله، بديتي دوله بنيتي الدوله على عفا الله عما سلف راه غادي تكون دولة عفا الله عما سلف حتى من بعد، دونك غادي نبقاو نعيشوا نفس المشاكل اتسيترا اتسيترا. بالنسبة لهذا الشيء ديالهم هما يعني راه ما غاديش يلعب علينا حنا ديال مريض مسكين غضبة ملكية وديك التخربيق كله، وحتى كاع في حالة ما إلا مات راه باين راه مريض راه غادي كاينوا ديك المجلس الوصاية غادي يجيبوا لكم ولدو غادي يبقى واحد المجلس الوصاية اللي فيه خمسة ديال الناس اللي كيكونوا معروفين، من بينهم رئيس المجلس المستشارين، واحد العدد رئيس المحكمة الدستورية، واحد فهمتين، وواحد العشرة الناس كيعينهم الملك اللي كيكونوا من عائلته وأمثال وحتى من يعني المقربين ليه الماجدين الهمة اكسترا، دونك هما اللي كيسيروا المغرب، وراهم حتى اليوم دابا نتكما كيسيروا المغرب معاه أونصال، دونك حتى حاجة ما غادي تبدل، غادي يبقى بيد من يدير السيد 20 ولا 21 عام، وغادي يجي يتدرب فيكم هو. بعد هذا الحسن الثالث راه ديجا دا لكم 3000 مليار مازال ما حط مؤخرته فوق العرش، النهار اللي غادي يحط المؤخره ديالو فوق العرش شوف شحال غادي الثاني غادي يدير فيكم وشنو غادي يدير فيكم، لان الموضوع اللي بغيت نهضر فيه اليوم انا يعني الجزء الثاني، لان دونك هادشي راه ما فيهش شي حاجه الخوت دونك باش سميتو، وهو هذا غادي يكون يعني غادي نحاولوا نهضروا على كاين الناس دابا اللي كيقول لك واش فين انت بغيتي الدوله العلمانيه وكتقول لنا الدوله العلمانيه، اذا علاش كتضرب في الدين من واحد الجهه؟ اوكي، وهنا انا دابا غادي نهضروا وغادي نوقفوا امام امر الواقع، اللي بغى يفهم يفهم واللي ما بغاش يفهم شغلو هذاك. من جهه اخرى انت كتشوف بان هاد الناس يعني الناس اللي كتامن عمرهم في تاريخ العلمانيه ولا حتى شي دوله علمانيه في قاع الارض ما ساهموا في بناء الدوله العلمانيه، بل كانوا رجال الدين دائما هم عائق امام العلمانيه. علاش؟ لان العلمانيه تتعارض كليا مع ما هو عندهم في الدين، وانا رفيت هضرت على هذا الشيء وعطيت امثله وانا نفسر مره اخرى لعل وعسى يفهم شي حد، لان ما عرفتش اخويا كي غادي نزيد نفسر انا هذه الهضره، انا كنهضر غير بالدارجه، وانا تفهم بنادم كتبدا تهضر ليه في دينه كيبقى فيه الحال. علاش؟ لان
المسلم هو ما متعودش انه اللي يجي ينتقد ليه الدين مثلا ولا اللي يوريه شي حوايج في الدين ماشي هما هذوك. هو المسلم عزيز عليه اللي ينافقه، عزيز عليه اللي غير كون مسلم ودير فيه اللي بغيتي ما كاينش مشكل. ولكن الا كنتي عارفك ما كتامنش، لان شنو الفرق ما بين الملحد والمسلم؟ واحد كيامن بالخلق، واحد كيامن بنظريه التطور ولا يؤمن بان هناك خالق. يعني دونك هادي هو المسلم ما كتدخلش ليه المخ، كيبدا يحقد عليك، كيبدا يشوف فيك واحد الشوفه خايبه، لان غتمشي تجبد ليه شي حوايج في الدين هو كتبان ليه زوينه، كتبان لك يلقى ليها الحلول. علاش؟ لان هو انا تفهم تربى في واحد الترعرع، في واحد البيئه، واحد سي نورمال باش انت فاش غتجي توريه مثلا لا بيدوفيلي ولا غتوري شي حاجه كتصدمه، كتجي هو في شي شكل وكيولي كيدافع عليها. دونك الموضوع ديالنا حنا اليوم هو كيفاش غنديروا هاد العلمانيه، لان بنادم كيف قلت لكم كتقول ليه انتيا، وهذا هو السبب. دابا المسلمين ملي كيجيو للدول العلمانيه بعدا 80% من الشعب المغربي باغي يخوي المغرب ياك بمسلميه، اللي مسلمين واللي ماشي مسلمين. هذوك المسلمين اول حاجه كيفكروا فيها وهو يجي للدوله العلمانيه يعيش فيها، قصص امريكان، كندا، استراليا، اوروبا، هذه كلها دول علمانيه. ملي تقول له اجي نديروا العلمانيه في بلادنا مادام انها نموذج ناجح اليوم في العالم، تما عنده مشكل. علاش المشكل؟ المشكل وهو الدين ورجال الدين، لان لا دينه غادي يخليه من واحد الناحيه، ولا رجال الدين اللي هما عندهم مصلحه في الدين غادي يخليه. ولهذا اليوم كتسمع انت في المغرب كيقول لك العلمانيه هي كفر، العلمانيه لان بالنسبه للدين راها كفر. علاش؟ لان في الدين كيقول لك الله خصك تحكم بما انزل الله، يعني بالشريعه الاسلاميه، بينما العلمانيه كتقول خصك تحكم بالقوانين الوضعيه والقيم الانسانيه اللي وصل لها اليوم الانسان. هذا هو الفرق. هذه ما بالنسبه هذه هي اللي كتخلي المسلم انه ما كيديرش العلمانيه وعمره ما غادي يديرها. ومن كتخرج انت لانك تعرف بان السبب ان ما غادي شيء يدير دوله علمانيه، حتى نعطيك امثله حيه وما كاينين كاع مسلمين كيعيشوا في دول علمانيه مثل السويد، انت كتقول لي فصل الدين عن الدوله، هو كيقول لك انا ما بغيتش العلمانيه ديال بن القزيز، وكان بن القزيز هو اللي صنع العلمانيه. احنا ما بغيناش العلمانيه ديال فرنسا، بغينا العلمانيه ديال اردوغان. علاش؟ لان حيت اردوغان مسلم، كون كان ماكرون مسلم غيقول لك بغينا العلمانيه ديال فرنسا. راه العقل اخويا، راه بنادم ما عندوش. وهي العلمانيه راه ما كاينش علمانيه ديال فلان وفلان، كاينه علمانيه وحده، فصل الدين يعني السياسه، ماشي تاع الدوله. الدوله راه كتبقى فيها الدين، ولكن كتكون الدوله هي محايده، هي ما مع الملحد، ما مع المسلم، ما مع المسيحي، ما مع سميتو، كلهم سواسيه تحت القانون، وكلهم عندهم الحق ينتقدوا ولينشروا افكارهم، لان التدين او هي كلها مجموعات افكار، مجموعات افكار قابله للنقد، قابله للاخذ والرد على حساب الزمن الذي نعيشه. اذا واش باش نوصلوا للعلمانيه الخوت، راه ما غاديش تقدر دير العلمانيه مع هاد العقليه اليوم اللي عندنا حنا في المغرب. لان باش دير العلمانيه راه خص يكون عندك بنادم علماني في مخه. واش المسلم غادي يقبل بالمساواه؟ ها انت شوف اليوم تونس فين وصلت. علاش تونس؟ تقول لي ها تونس، تونس وصلت لها لان 8 مليون نسمه بورقيبه قراهم ما عندهمش الاميه والجهل اللي عندك في المغرب، مش كانوا فاهمين، وها هما اليوم يعني بعد صراعات و لان كان تحت بعض رجال الدين كانوا باغيين يهيمنوا على القضيه من مور الثوره في التونسيه وذهب بن علي والى اكسترا، ولكن ناضوا يعني العلمانيين، وحتى هذاك الحزب اللي عندهم يعني تاقلم في العلمانيه. علاش؟ اللي كيشوف المصلحه ديال بلاده كيشوف المصلحه ديال العكس، الجماعات الاسلاميه اللي عندنا احنا هنا في المغرب ورجال الدين اللي عندهم مصلحه مع النظام وليس مع
وطن كوطن رفق كبير ما بين المصلحة العليا للوطن وأننا نتحالف مع النظام ضد الوطن، لأن هذا النظام اليوم اللي عندك في المغرب هو ليس بنظام وطني وليس بنظام مسميته. وكان كانت فيه جرام الوطنية ما غاديش يدي الفلوس لإفريقيا ودول أخرى ويخلي المغاربة بساكن كيموتوا في الجبال بالبرد، ما عندهم راح طب لا ماكلة، ما عندهم لا شي حاجة، ولا في المدن، ولا أخواتنا اللي كيبيعوا ريوسهم، ولا 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 إتسيتيرا. دونك إلى قصي الدين، لأن كتعرف أنت بأن هو السبب اللي أحد الأسباب تخلف هذه الأمة، وهو أحد الأسباب اللي ما غادي خشي يخليك توصل للدولة العلمانية. المسلم كيبقى في الحال وكيبدا يقول لك هو شتي، هو انت يا ماشي الهدف ديالك هو الثوره، ولا الهدف ديالك هو دوله علمانيه، انت الهدف ديالك هو باغي تسقط الاسلام. وفي نفس الوقت الى سكتي وما قلتي حتى شي حاجه، لانهم منافقين عزيز عليهم اللي ينافقهم. انا بعد النهار اللي خرجت من التدين راه جيت قلتها مباشره، انا راه ما عندي ما ندير باللي نو مغضبوني وصل نص مليون ولا مليون ولا سميتو، الا كثير غنجي نبدا نكذب عليكم، وغير نبدا نجي ندير لك خاطرك ونبدا نعاود لك داكشي اللي انت باغي تسمع. نو، انا كنشارك معك افكار اللي انا كنشوفها وقابله للتجديد، لان الانسان يتطور، ماشي بحال واحد جايب لي نظريه التطور شرحها مسلم. واش نظرية التطور فاهمين بعد المسلمين شنو هي؟ واش انا نحتاج عاد نسمع نظرية التطور من عند مسلم؟ ها؟ راكو كان اصلا فاهمها راه محالوش غيبقى كاع مسلم. لان نظرية التطور الا بغيتي تفهمها سير فهمها من عند دي سيونتيفيك اللي لقاوها. المهم هذا حوار اخر لا داعي ندخلوا فيه. اذا بقيتي ساكت؟ هنا هذه رسالة الى جميع الاحرار للجمهوريين اللي كيديروا فيديوهات واللي كيخدموا وكيشاهدوا وكيحاولوا يوعيوا هذا الشعب وانهم يوصلوا يعني للثوره، وان نبني واحد الدوله اللي تكون دوله المساواه والحق والقانون، ديمقراطيه العلمانيه ايتترا ايتترا. ثق بي يا خويا، انا راه ما خرجتش نضرب في الدين حبا باش نعقر الناس ولا ندير البوز ولا شي حاجه. انا راه ما خرجت للدين حتى شفت ما كاينينش متنورين مغاربه اللي غينوروا لك هذا الشعب، فهمتيني؟ انا ما خرجتش نهضر في الدين حتى عرفت وفهمت بان راه كاع هذه المجهودات كلها اللي كديرها سياسيا وكانك كتهدي يعني الثوره في طبق من ذهب الى الجماعات الاسلاميه. لان الا بغيتي تفهم هذه المسائل راه باينه واضحه هذه العقليه، وحنا غندخلوا نقراو لي كومونتير، لان من خلال لي كومونتير كتقدر تعرف يعني هاد الناس اللي هما ضد النظام ولا هاد الملكيين ولا هاد سميتو كيفاش كيفكروا وكيفاش كيسميتو. هاد العقليه ديال اليوم ديال 2018 في المغرب راه ما غاديرش ليك اخويا دوله علمانيه. انا راه ما كنقولش لك هاد الهضره باش نحبطك ولا باش نقول لك تحبس، بل بالعكس انا كنقول لك هذه الهضره باش تزيدوا ديروا بلوس ديفور وتزيدوا تطرقوا لهاد المسائل اللي هي مهمه. لان الا كنت غادي تسقط النظام سياسيا ياك ونعطي الثوره للجماعات الاسلاميه، هو خدمه اسم سعد الناس هما راه جالسين مع ريوس معطينا النكاح والعقيقات ديالهم وعارفين بان الشعب خرافي مراقي 60% منه امي. حنا هنا ما كنهضروش على هاد 60%، نهضروا على ديك 40% اللي ما محسوباش على الاميه. انا غادي ندخل دابا القناه ديالي وغادي نسمعك ونوريك كيف تفكر وكيف كيفاش هاد العقل عندها كيف فونكسيوني. راه باش دير اخويا دوله علمانيه مثل اوروبا ودوله متقدمه راه خاص يكون عندك هذاك المغربي يفكر علماني في مخه، ماشي ما بغيش يعطي الحقوق المرأة، ملي كيشوفوا مثلي كيمشي يخلي ضربوه، الذكورية والمجتمع الذكوري اللي كنعيشوا فيه، الدين. أنت شوف باش تفهم أخويا، أنت أنا نشرت غير واحد يعني على علماء البلاط ديالهم، يعني فوطو ديال هاد رجال الدين. عرفتوا كتشوفوها مزيان ولا ندور بلاتي هاد رجال الدين
اللي كيخرجوا يقولوا لهم مثلا الارض راه ما كدورش في التلفزيونات، الارض راها مسطحه، الارض راها سميتو، لان هذا الشيء هما ما جايبينوش من عندهم، هذا الشيء جايبينه هما من النصوص الدينيه. هنا واحد الكاريكاتير كتقول جوج زائد جوج كتساوي 17، لان هذا الشيء اللي كيديروه هما ولاد الحرام، كيبداو يكذبوا ويقولوا لهم لا نازا اكتشفت قالت ويا عمر. والمشكل ان هذا المسلم ما كيمشيش تيبحث في هذه الانفورماسيون وما عرفش حتى منين يبحث، فهمتيني؟ هو يقتصر في التخربيقات، كيبقى شاد في التفاهات والشكليات والعقليات، وكيخلي المضمون، فهمتيني؟ احنا غادي ندخلوا ونسمعوا. ها انت اخي، اشنو كيبدا يقول لك الله الله؟ هو غادي يتحل. كيدي الناس يعني كتحس براسها، فهمتيني؟ المهم هادو ديالنا الازعاج العلمي، ها انت فين كفاح سكت علينا هاد المش صب؟ وكأن كفاح جاوبني على داك الشيء اللي قلت له ولا حطيته ليه في المصادر الدينيه. راه ما يمكنش دير الدوله العلمانيه اللي ما درتيش المراجعه في الدين، الدين بهاد الصيغه راه ما يمكنش يتأقلم في العلمانيه، باش ما نكذبوش على راسنا، فهمتيني؟ والدين الا بغيتي يحترموه ليك الناس راه خصو هو الاول يكون كيحترمهم، ماشي كينعتهم بالقراده والخنازير والكلاب ويسبهم وتجي انت تدافع على واحد الدين هو يسبهم وباغي يقتلهم، لان فيه حد تحدى الرضا. اليوم ما كايناش تقول لي اليوم في المغرب وين متفق معاك، لان انت في المغرب عندك دوله خرميزيه، ما هي مسلمه ما هي ملحده ما هي تجوزة، فهمتيني؟ ولكن غدا بغدا راه الجماعات الاسلاميه، وهذا الشيء راه شفناه في سوريا، بمعنى غدا بغدا نهار اللي تكون الانفلات الامني راه غادي يخرجوا لك الجماعات الاسلاميه باغيين الناس اللي عندها المشروع الاسلامي باغا تطبقوا، وما بقاوش تقادين، لان مني خرجت وليت كنضرب في المشروع الاسلامي كنقول لهم خرجوا فسروه للمغاربه يعرفوا شنو فيه، ما بقاوش قادين تيخرجوا يهضروا فيه. علاش؟ هذا لا يعني انهم راه ما بقاوش باغين، ولا ان المسلمين احنا راه كنعرفوهم، راه حنا كلنا كنا انا راه 50 عام ورا في الخرافه، يعني ديك اللعبه ديال استاتير وما استاتير تمسكن حتى تمكن، فهمتيني؟ والنفاق وكذا وداك الشيء. قالت لك قال لي راه بانت لك انت ماشي باغي تناضل، انت عينك في الدين الاسلامي، انت ما كتحترمش الدين تاعنا، ها انت شو هالعقليه اللي قلت لك. وهاد الناس ما كيعرفوش بان في الدوله العلمانيه راه هناك ما يسمى بانتقاد الاديان، وتنتقد حتى الالحاد. جبد اجبد اللي عندك الناس راه كدير مناظرات في هذا الشيء وكتستاخد، فهمتيني؟ لا يضر الصحاب لا بحال الكلاب مع القرابه ولا هانت، هذه العقليه اللي غادي ديرها. هانت لعنه الله عليك تشفين، قرض يجب التهريج، يحب التهريج، هانت شوف. ومن فوق فاش تبقى تدافع على المغرب وتهضر بسميتهم اللي ما عطاوكش الحق تدافع، استثني انا على الاقل ممكنتكش محامي عليا، انا في انا مسلم وانت اجدرك، سمع انا ممكنتكش محامي، ولا انا قلت لك انا محامي ديالك، انا راه حريتي انتزعتها لراسي، فهمتيني؟ ما نحتاجش انا يعطيني الحريه، ما كتعطاش اللي كنت كتنتظر بان غادي يجي يعطوك الحريه ويعطوك سميتو ولا غيديروا كذا ولا مثل اوروبا، راه عمرهم ما غادي يديروها لك، غادي يبقاو يستعبدوك بالدين ويضحكوا عليك بالدين. علاش؟ انك عارف انت خرافي. احنا هنا كنهضروا على الخوت، على 40% ديال الناس اللي ما محسوبينش مع الاميه، خليها الاميه ديك بوحديها، هادو راه ناس اللي كتقدر كتجيب لهم لافورماسيون والمصدر وها فين مكتوبه وها شنو كاين شنو كاين، ما كيمشيش تيشوف واش بصح ولا ماشي بصح ويجي يبدا يسم فيك انت. هاد العقليه ما غاديش لك الدوله العلمانيه خويا، غير كتنبح بحال شي كلب مسعور. اي الملحدون عليكم الالتحاق عجب، ولكن مزيان بقى تمييز الاسماء وتذكر على الايدرومون. زيد اخويا عيطوا لي على كفاح، هو ما يقدرش يهضر لنا وراسو خاوي. وكفاح جاوبني المصادر، هاي كنقول لك مره اخرى كفاح، الى ولو انني ما كنبغيش نقول الاسماء ديال الناس، انا مزوق فيك لما جاوبني على المصادر، انا حطيتهم لك بالايه القرانيه والسبب النزول ديالها والتفاسير اللي عندك في البخاري وفي مسلم وابن كثير، وإلا كانت شي حاجه ماشي هي هذيك راه خصكم تشكرونا اللي وريناكم هذا الشيء وتمشيو تحيدوها، ماشي بالعكس المسلم كيجي يسبك انت ويخلي لك الشيء، لانه ما عندوش غلط حتى في الدين، هذا تاكل القزيز بحالك بحال الدوله الغزانيه، نفس الاسلوب وفي نفس جس النظر والقمع والغاء الاخر،
اللي كيقول لك دولة علمانية الغاك شنو احنا مخزنين انا كنجلس الناس على القراية انا بديت لك التروعة شتي زيد احترم بعدا غير معتقد المغاربة مهما كان خريف ولا حقيقة اش دخلك في هاد المتاهات راه هاد الشيء اخويا المعتقد الا بغيتي نحترمه راه هما الملحدين في المغرب بزز منهم يمثلوا عليك انهم صايمين وكيمشي ياكلوا في الطواليطات راه خاص المعتقد ديالك يعطيهم الحريه ماشي حتى المعتقد ديالك مدخلوا ليا الدوله وجالسين تستعبدوا الناس به وفارضين علينا قوانين كاينه في مأخوذه من التشريع كاينه الا كليتي رمضان تمشي للحبس بغيتي تتزوج غتزوج على سنه الله ورسوله ولو انك انت ما كتامنش واحد العدد كبير من القوانين اللي كاينه جيت تقول لينا انا نحترمه بغض النظر على السب والشتم وهو اخر داكشي اللي عندك تما ها هو الاخر الاسلام داير لك عقده انا راه ما معقدش من الاسلام راه حتى اللي ما فهموش اصلا انا راه عايش مرتاح النهار اللي يا اخي راك تحط في البحر ايوا هذا هو اللي كاين علاش لان هذه العقليه فهمتيني راها خويا انت قال كل اخر قراوي ما تؤمنون ان اصل القرض ابو ظبي يعني احنا اللي خصنا نقراو وتصور دابا هذا اللي ما قارينش البخاري الخرافي البراقيين كيقولوا للتنويريين خصكم تقراو راه تصط يا صاحبي راه تصط يا هذا الشيخ ديال السعوديه معروف عليه كيقول داك الشيء اللي قال ليه بن سلمان ما كيمثلش الاسلام وانتم راه هذا هو المشكل ديالكم حتى واحد ما كيمثل الاسلام وحنا راه كنفهموا هذه المساله ولكن فاش كنمشيو للنصوص ونجبدوا لكم النصوص ونعطيكم النصوص شنو مكتوب فيها في القران وراء واش مشيتي تقلب وجهك شي بصح ولا لا واش مشيتي تبدا تبحث تقول لي واش انت باغي تخرج الناس من نسيتها انت بن خنزير باغي يبعد الناس على الاسلام شوف فكرتيني في ذاك الفيديو ديال الداعي السعودي الارض ثابته لا تدور انت هذه الاخت موميه راه عندها العقل والله الا كنلقانا شباب صاحبي بعقل ولكن للاسف قلال وهذا المشكل راه الاغلبيه الساحقه حنا هنا كنهضروا على 40% ديال الناس اللي ما محسوباش على الاميه ما هضرناش على 60% اللي هو امي الا دخلتي معاه في الاسلام يقدر كاع يقتلك راه كما رجع واحد قتل خوه شوف هذا الدين شنو كيدير كيخلي خو يقتل خوه على ود واحد يؤمن واحد لا يؤمن يعني هذا وكأنه واحد صراع ما بين العقلانية والخرافية صراع ما بين الجهل والفكر الناس اللي كتفكر خاصك بالقزيز تنظف في القناة ديالك الى المسلمين الارهابيين ايه داش غدير راه كتنظف حتى شي حاجة راه اخر فرعت كفاح صافي هادشي كيعرفو انت معتمد مدعمك الماسونية هذه ما هو هذا المشكل واش هاد العقليه الخوت غادي دير بها دوله علمانيه ما تكذبش على راسك اخويا راه شي اليوم يسقط النظام ثق بيا هاد القطيع غادي يجي واحد ما قاريش ما عنده حتى الشهاده ياك يقول لهم ايه قرانيه ومثل عليهم اللحيه يصوق لك يسرح لك القطيع كله الكرنه مدروش هذا والمشكل ان المسلم ما كيتعلمش حتى من الاخطاء ديالو بمعنى داكشي اللي طرا مع البي جي دي في 2011 اليوم يتعاود في 2018 ونحيدوا الوجوه نبدلوها ونجيبوا المهم يكون مسلم ما كيهمش المسلم اش كتقول انت ولا لانه هو كيتبلونطا يلسف فيه باش يعرفك بديتي تهضر ليه في الدين صافي السيد كيتبلونطا وكياخذ منك موقف اخر بمعنى ان نفس الكلام الا شدينا نفس الكلام ياك اعطيناه لجوج الناس واحد ملحد يقولوا وواحد مسلم يقولوا هذاك الكلام اللي غيقول المسلم غادي يقبلوا المسلم ويعطيه وياخذوا واحد ياخذ عليه واحد الفكره اخرى بينما الا قالوا الملحد تقبيه غادي تكون عند المسلم فكره اخرى ولو انه راه نفس الكلام كتعاود اللي قال هذا قال هذا علاش لانه المسلم كيحكم عليك من خلال اشنو انت واش انت تؤمن في الخريف اللي كيامن به هو ولا انت لا تؤمن كاوتوماتيكمون كيتسد ليه هو المخ ديالو وهذه هي الكارثه العظمى
إذن أخويا كيفاش بغيتي تدير أنت دولة علمانية بعقلية وأفكار أبو هريرة ديال هذه 1400 سنة أنت كتهضر معاه اليوم هو ما كيوقف حتى كيوقف عند قال ما قال قال شكون اللي قال واحد في 1400 سنة وحنا راه كنعرفوا بأن غير هذه 50 60 عام المغاربة شافوا محمد الخامس في القمر وكانوا يؤمنون بأن راه بصح بان في القمر يعني هذه 50 60 عام فما بالك هذه 1400 سنة اللور إلى رجعنا ولا سيما عند هذا المجتمع العربي البدوي الصحراوي كيفاش كانت عنده العقلية نزيدو المهم راه هذا هو انا هذا هو الرسالة ديالي ليلي المهم راه باقي السب سميتو هذا بحال امين الزروالي هذا وفي الاخير انت شوف كنجي كنكتب لهم خذوني لله خذوني علاش لان شوف المسلمين كيفاش كيجيو لاوروبا غيتسطاو على اوروبا غيمكن يموت المسلم باش يجي لاوروبا ومني تقول لي اجي اخويا ندير اوروبا في بلادنا يقول لك انت بغيت نتحمق انت بغيت نتحقتك انت بغيت هما يعيشون في السويد ويعيشون في دول اوروبيه سنين ما كيتعلمش حتى فيها فما بالك هذاك اللي عمره ما شاف الخارج كيفاش داير راه كتهضر لي على شي حوايج هو ما كيفهمهاش المصطلح كيخرج في بلادو كيخرجوا ملاحده كيجي حتى عند المسلمين كيعطيه واحد المعنى اخر واللي اللي كنسمعوا الاسلام المتنور وجب التنوير للاسلام التنوير هو ضد الاديان وضد الاسلام وضد جميع الخرافات علاش لان شافوا بان الاسلام معتدل ما بقاش واكل الاسلام يعني المتطرف ما بقاش واكل حتى هو الوغ ارانا نضحكوا على الناس بشي اسلام اخر فهمتيني ونخليوهم ينتقدوه شي شويه وصافي من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر راه عمرك هاد العقليه يا خويا راه هكا جي نزيدك مازال هذاك يوسف الزرواني اللي كان هذا شوف جبت لهم واحد الفضيحه في الاسلام يعني في جامعة الأزهر كي يعني تارك الصلاة يعني خصو يتقتل إلا ما كتصليش وكيقريوها وتاكل اللحم ديالو جبتها بالأحاديث النبوية صحيحة هو بنادم ما كيمشيش حتى كيقلب أصاحبي واش مري ولا لا وحطيت لهم كاع اللي كيسميوهم هما علماء علماء ديالهم ديال الدين اش كيقولوا راه الفيديو كاين وبنادم كيخلي داك الشيء الفوضى اللي عنده في الدين وكيجي يسبك انت هاد العقليه اخوتي راه الله منطل التنوير وحنا في حاجه ماسه ان يخرجوا الناس بزاف ينوروا هاد الشعب راه بحال اللي كتخوي الماء في الرمله راه كاع المجهودات كل اللي كنديروا راه كتهديها في طبق من ذهب الى الجماعات الاسلاميه وغيطرى لنا مطرى في ايران لان ايران غتقول لي هي راه دوله كتصنع الصواريخ وراها احسن منا وي ولكن ماشي هو داك النموذج حنا اللي خرجنا نناضلو من اجله واش حنا خرجنا نناضلو من اجل دوله كتشد كل صباح شعلقه المعارضه ديالها كل صباح ما عندكش حق التدين فيها واش هذاك هو النموذج ديال الحريه والديمقراطيه وديال المساواه وديال 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 المهم نتمنى ان يخرجوا واحد العدد كثير ديال المغاربه ولا حتى الخوت اللي في غرفه علمانيون انكم تخرجوا تنوروا هذا الشعب والا راه غادي تبقى هذه الفوضى وغايبقى النظام مستغل المساجد ومستغل سميتو والترويج للخرافه لان هي اطار يعني كيدوميني فيه يعني الناس تحت السمع والطاعه ويضحك عليهم باسم الاله وغتبقى الامور كما هي الى ما خرجتوش نورتوا هاد العقول تحياتي للاحرار الفيديو راه العقلاء نتمنى شي حد يفهم من هذوك الاخرين اللي ما كيبقى واحد ما بين الدوله العلمانيه وما عرفش كيفاش غتوصل وضيق اي دوله في علمانيه عمرها ما جات ولا ساهموا فيها الناس المتدينين بل فرضت بما في ذلك حتى تركيا راه اتاتورك دار لهم صحة وقلب لهم ترى العربية اللاتينية كانوا كيكتبوا العربية ولا كيكتبوا باللاتينية سميتو وفي أي دولة راه ما جاتش العلمانية
باختيار الشعب او بالديمقراطيه او حتى مفهوم الديمقراطيه عند المسلم راه ماشي هو نفس المفهوم ديال الديمقراطيه عند الدول اللي هي ديمقراطيه، لانه هو كياخذ فيه هذيك حكم الاغلبيه وكيقول حنا راه حنا الاكثريه راه حنا غنديروا ما بغينا بدون مراعاه الى حقوق الاقليات، لانه هو لا يهمه الاقليات، هو يكره الاقليات، لان الدين كيعلموا هذه المسائل. احنا كنا مسلمين ورحنا هذا الشيء كان فينا، وراه صعيب على الانسان اخويا باش يعترف بهذه المسائل، خاصو الشجاعه والكوراج ويخرج به للناس ويقولوا فهمتيني، وغادي تصطدم مع واحد المجتمع اللي هو ما وصلش في درجه ديال الوعي ديالو انك تهضر معاه في هذه المسائل، هو ما يتقبلكش حتى الى عرفك انك راك لا تؤمن بنفس داكشي اللي كيامن به هو، وغيبقى غير ينافق فيك. هذا هو اللي كاين.